فنلحق القول بحول الله اليوم بما سبق من بيان أن الله جل وعلا إذ شرع الشرائع جعل لكل أزمة باب فرج، جعل لكل أزمة باب فرج، ولكل ذنب كبيرة كان أو صغيرة باب توبة. ولذلك كان من أسمائه الحسنى التواب والغفار والغفور والرحيم إلى غير ما تعرفون من أسمائه جل وعلا وصفاته العلى التي تفيض بنور الطمأنينة والسكينة على كل مؤمن. ومنها هنا نص الله جل وعلا في كتابه الحكيم على معنى كلي من كليات الإسلام لا يدخله خصوص ولا يدخل إطلاقه تقييد، وذلك قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد ذكر عبد الله بن عباس صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما مذاكرة حول أرجى آية في كتاب الله، فأجابه بن عمرو بأنها هذه الآية وتلاها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجى آية، لأن الله يعبد بالخوف والرجاء، هما جناحان يطير بهما العبد السالك إلى الله أفقا أفقا، يخترق المسافات سيرا إلى الله جل وعلا. وكما هو معلوم في الطبيعة لا يطير الطائر بجناح واحدا، إذن يكون من المائلين ويسقط. ولهذا كان الدين كل الدين سيرا إلى الله جل وعلا وتحليقا بالروح المؤمنة إليه جل وعلا عبر هذين الجناحين الخوف والرجاء. إنما الخوف ليس بالخوف الاجتماعي الاعتيادي أبدا، لأن الخوف حينما يقع على المعنى الاجتماعي العادي أي بمعنى العادة فلا يكون إلا مرضا ولا يكون إلا عقدة نفسية يحتاج صاحبه آنئذ إلى علاج. أما الخوف باعتباره مصطلحا شرعيا ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله فله معنى آخر مختلف تماما، ولذلك يمكن أن نصطلح عليه بلفظ الخوف التعبدي. خوف له علاقة بالعبادة، يعني خوف راجع لمعنى العبادة وليس العادة، لأن الإنسان إذ يخاف في المجتمع فهذا إذن حال غير طبيعية، لأن الأصل أن يسكن ويطمئن. أما الخوف من الله جل وعلا فلا يسبب اضطرابا أبدا ولا يسبب مرضا، يعني لا يسبب اكتئابا أو ما يشبه ذلك، كلا، وإنما بالعكس تماما ينتج سكينة وراحة وطمأنينة. وكان أحد الصالحين من السلف الصالح رحمه الله حينما تدمع عينه خشية من الله جل وعلا وإنما تدمع العين حزنا كان يقول: إن العين لتدمع وإن القلب بها ليفرح. أمران في الظاهر نقيضان لكنهما يجتمعان في الإسلام باعتبار معنى الخوف لا بالذي نعلم جميعا. فهذا الخوف أي حينما يشعر العبد أنه وقع بقلبه خشية من الله وخوف وفرق، معنى ذلك أن إيمانه بالله ارتقى وعلا، وبهذا تنزل البشرى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الخوف الذي ذكره الله جل وعلا هاهنا وفي غير ما آية في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يورث صاحبه كما هو بنص الآية نظرة
وسرور، سرورا بالقلب. نعم الحديث حول الآخرة لكن تمتد أنواره إلى الدنيا، ذلك الأمل الذي هو الرجاء. ولذلك الخوف في العبادة يولد الرجاء في الله. كلما خاف عبد ربه كلما رجا رحمته، وهما أمران لا ينفكان. ومن ارتبط في تدينه الخوف بقلبه فقط فعلى سوء فهم للدين وعلى انحراف في سيره إلى رب العالمين. لأن الخوف التعبد الحقيقي يولد الطمأنينة ويولد السكينة. فحينما تحدثنا قبل عن الآفات من المظالم التي قد يرتكبها الإنسان، وما أوعد الله عباده من الوعيد والتهديد، وما أوعد الله عباده الظالمين المعتدين الآخذين حقوق الناس وأموالهم بالباطل كما ذكرنا في الخطبة السابقة والتي قبلها، إذ يقع ذلك على قلب العبد فيشعر بالخوف معناه أنه على خير، يعني قلبه لا يزال فيه حس ديني. هذا الخوف إنما هو الشعور بمعية الله وبرقابته سبحانه وتعالى. وهذا الخوف هو الذي يولد ثمرة الإيمان والذي يولد الطمأنينة والسكينة. فعبد خاف قلبه من الله ليكن إذن على ثقة من عفو الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. القنوط يأس، واليأس ليس في عقيدة الإسلام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا وجود لليأس في عقيدة الإسلام ولا في شريعته، ما من ذنب كيفما كان، تصوره ما شئت ولو كان الشرك الأكبر، ما دامت الفرصة بين يديك لتتوب وتؤوب فكل ذلك يغفره الله جل وعلا، كما هو بنص الآية قلت هي كلية من كليات الإسلام وقاعدة كبرى تجمع كل فصول الأعمال الصالحة والطالحة. إن الله يغفر الذنوب، واستعمل لفظ الذنوب الذي يفيد الاستغراق لجنس المعنى عموم، وأكده حتى لا يتطرق إلى الباب خصوص أو تخصيص أو تقييد، فقال جميعا، يعني باش ما يجيش البالك أنه أنا الذنب ديالي ليس على عادة الذنوب، أنا ذنبي مختلف، عندي كبيرة، وتوقع لك فزع ويقع لك اكتئاب وتصيبك فوبيا. أبدا، الله جل وعلا طمأنك وأكد لك، فأكد العموم بمؤكد فقال الذنوب، وقال جميعا نفيا لكل احتمال أن يتطرق إلى البال أن الله قد لا يغفر الذنب الفلاني أو العلاني. ولذلك كل الآيات التي قد يكون ظاهرها على غير هذا الوزان ترد إليه، لأن هذه عامة كلية، كما في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لكن هذه الآية تتعلق بمن مات على الشرك، لا من تاب وهو حي يرزق في الدنيا. وقد أسلم الكفار في نهاية المطاف، العرب في الجاهلية كانوا أشرك الناس بالله جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام حينما أسلموا الإسلام يجب ما قبله. وجاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كان رأس قبيلة عصابة، قبيلة غفار معروفة في الجاهلية، كانت قبيلة مهنتها قطع الطريق، تسترزق بالنهب والسلب، وكانت معروفة كل قبائل العرب تفزع من غفار لأنها تقطع سبل القوافل التجارية. فإذا برئيسها وزعيمها، زعيم عصابة يعني، جاء فأسلم بين يدي رسول الله وله أربعة غدائر، أربعة ديال الضفاير في شعره، يعني شكله مخيف، أربعة غدائر الشعر دياله طويل وضفروا على أربعة يعني. فحينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أين أنت يا أخ العرب؟ فقال أنا زعيم غفار. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحا، يعني شيخ قبيلة قطاع الطرق يسلم، إنه لمبعث للسرور طبعا. فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها. ولذلك الدين هذا جوهره وهذه حقيقته، ما ينبغي أن يحمل عليه عكس مقاصده. ومن فسر النصوص بغير كليات المقاصد فقد جنى على الدين من ناحية
وجنى على المسلمين من ناحية أخرى، وقبل ذلك وبعده جنى على نفسه. ولهذا في هذا الأمر يرجع إلى أهل الاختصاص من أهل العلم وكبار المفسرين الذين قعدوا قواعد التدين السليم الصحيح. أخرج الإمام الترمذي في حديث صحيح تشد إليه الرحال، كما شد المحدثون قبل الرحالة إلى حديث رسول الله، إلى مثل هذا أيضا تشد الرحال، أي إلى مثل هذه المعاني. عن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسند الحديث إلى رب العزة، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي، حيث تكون المعاني مسندة إلى ضمير المتكلم للذات العلية، ويكون الحاكي آنئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا، يعني في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك، وفي رواية فيك، أي من النقائص أو منك من الذنوب. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. من الأشياء العجيبة في الحديث القدسي أنها كثيرا ما تبتدأ بلفظ يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم. وفي هذا إشارة دلالية إلى جدنا الأعلى آدم. لماذا؟ لأن غالبا ما تكون هذه الأحاديث تتحدث مع الإنسان باعتباره كائنا ضعيفا، كائن ضعيف. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسي ولم نجد له عزما. حينما يكون الخطاب خطابا يتوجه إلى أهل العزائم، يعني أصحاب الدين الرفيع العزائم، يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمن، أو يا مسلم، أو غير ذلك من الصيغ التي قد ترد بحديث رسول الله أو بكتاب الله. لكن غالب التعبير حينما يقول يا ابن آدم، يعني يا أيها الإنسان الضعيف المنسوب إلى أبيه الأعلى الذي من شيمته الخطيئة والزلة من ضعفه ونسيانه وقلة عزمه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يا ابن آدم، بهذه الصفة الضعيفة التي جبلت عليها وخلقت عليها، ما دمت تأتي مقرا بذنبك معترفا بخطيئتك، فالرب غفور رحيم. إنك ما دعوتني ورجوتني، ما قطعتش اليأس، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. تصور الذنب اللي يطيح لك على بالك ولا أبالي. رب العالمين لا يبالي، بمعنى أنه لا يعجزه شيء من خطيئتك قل أو كثر، ولو بلغ ما بلغ، وسيأتي بعده: غفرت لك على ما كان منك، ولكن بشرط، قال: ما دعوتني ورجوتني. لأنك حينما تعود إلى الله داعيا راجيا، معناه ماذا؟ أنك اعترفت بذنبك وذل قلبك لله. وإنما الله لا يغفر للمستكبرين، ما رضيش يستغفر، ما رضيش يتوب، هذا فعلا إشكاله في قلبه. ولذلك في الحديث الصحيح ولهذه العلة ورد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لأن المتكبر لا يتوب، تأخذه العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم نعوذ بالله. فلذلك إذن العبد حينما يتوب معناه أنه اعترف، يعني استعمل النقد الذاتي وأقر بأنه ناقص وأنه مذنب وأنه مخطئ. الرب العظيم حينما وهو العليم الخبير يعلم أنه قد وقع بقلب عبده الإقرار بالذنب، وقع الاستغفار، وقع الندم، الله تعالى ما كيسدش الأبواب. وإلا فما رحمانيته وما رحمته، وقد سمى نفسه جل وعلا الرحمن الرحيم. وقد صح عن النبي أنه عليه الصلاة والسلام في الحكاية عن الله: ورحمتي سبقت غضبي. رحمته حاكمة على كل معاني الأسماء الحسنى. خذ الأسماء الحسنى كلها
تحكمها الرحمة، أي ما تصرف الرب العظيم بمقتضى اسم من أسمائه إلا برحمة، فإن رزق فبرحمة، وإن رحم فبرحمة، وإن أغنى فبرحمة، وإن أمرض يجيب لك المرض عافانا الله وإياك فبرحمة، وإن شافى فبرحمة، وإن أغنى فبرحمة، وإن أفقر فبرحمة، لحكمة هو يعلمها. الرحمن الرحيم، رحمته الواسعة الكافية الشافية، بها نعبد الله جل وعلا وعليها نعول، لكن بشرط أن نقدم بين يديه جل وعلا زلتنا وضعفنا وإقرارنا بذنوبنا. ولهذا في تتمة الحديث يقول جل وعلا دائما في سياق الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان هما الغيم سحب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني مت على عدم الشرك، غفرت لك، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني السطح ديال الكرة الأرضية كله ملأته بالذنوب، ثم لقيتني جئتك بقرابها مغفرة، وغفران الله قاض على كل شيء. إنما سقنا هذا حتى لا يقع بقلب عبد سامع خطبتنا السابقة اكتئاب، أو يظن أنه لا ملجأ له أبدا من الجحيم أو من العذاب، وإنما رهبنا فيما رهبنا فيه من الذنوب حتى يعزم العبد على الإقلاع عما هو عليه من الخطايا، وإلا فإن الله جل وعلا قد جعل لك يا عبد الله جناحين تسعى بهما إلى مولاك، فإن خفت، إن خفت فعلا ووقع بقلبك ندم فافرح آنئذ، افرح آنئذ بما وقع بقلبك من خوف، لأن ذلك هو الذي يولد الرجاء، وهو الجناح الثاني الذي لا بد منه في السير إلى الله. الحقوق حقان في طريق التوبة والأوبة والإنابة: حق الله أو حق العباد. وقد ذكرنا أن حقوق الله جل وعلا تتعلق بذمة العبد، لا تبرأ ذمته منها حتى يؤديها، كما أن حقوق الناس تتعلق بذمة العبد، لا تبرأ ذمته منها حتى يؤديها للناس. فأموال الناس لا تحصل التوبة وتكمل منها إلا بعد أدائها للناس. فأما حقوق الله التي هي الفرائض فالعبد يسارع إلى أدائها، ما لا يتكرر منها يسارع على قدر طاقته، أما ما يتكرر حال الصلوات الخمس، من كان عليه دين من الصلوات قديم سنوات، فصورة طبيعية أنه يستحيل عليه أن يقضي، ولا يقال يؤدي، لأن الأداء يكون في الوقت والقضاء يكون لما فات، هذه اصطلاحات فقهية، يستحيل عليه أن يقضي السنوات الطوال، وإلا سيصير من العابثين. يعني مستحيل، أقول إذا طالت المدة، إذا طالت المدة مستحيل أن الإنسان يصلي خمس سنين أو عشر سنين صلاة معودة، الفجر مرتان والظهر مرتان إلى آخره، وهناك من يفتي بهذا، لكن أحسب لا يصح هذا أبدا. فالتوبة بإذن الله عز وجل تجب ما قبلها، ثم له باب فتحه الله جل وعلا في حديث صحيح، وذلك لما علم من أن ما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول حاجة يتحاسب عليها الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد له سائر عمله. ثم أيضا من الصيغ الصحيحة في هذا السياق قال: فإن انتقص منها، يعني وزن له الصلوات على قدر عمر التكليف، من اللي كيبدأ يتحاسب عمر التكليف، فوجد أنه إن خارمت منه سنوات ما صلى، يقول الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا الحل لدار رب العالمين، والحل الحقيقي الناجع إن شاء الله، أي التطوع صلوات النوافل، فإذا وجد له تطوع
أمرت الملائكة برد التطوع على الفرائض، فكل تطوع تطوعته يا ابن آدم بنية خالصة لله سيكون لك عمرانا لمواقع الفراغ من فرائضك. فإذا فتح الله للعبد ويسر له وأنسع له في العمر ووسع عليه في المال فاعتمر أو حج، فلا شك أن الصلوات بالمواقع المقدسة من الحرمين تضاعف العمر، وكذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه أبواب قضاء الصلوات الفوائد قلت حينما تعد بالسنوات، أما إن كانت أشهر قريبة فلا بأس بذلك أو في ذلك، لا بأس في ذلك بالإعادة أو القضاء فعلا. هذا وسط ما أفتى به أهل العلم مما يناسب مقاصد الشريعة ولا يسبب حرجا للعباد، لأن الله عز وجل نزع ورفع عنا تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق مرفوع في الشريعة، هذه قاعدة استقرائية كلية من قواعد الإسلام، لا تكليف بما لا يطاق، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما حقوق الناس فهي أحد أمرين، إما أنك على علم بأصحابها، فلان راك ديلو كذا وكذا وكتعرفه، علم هو ذلك أو لم يعلم، لأنه صور التعدي في الحقوق مختلفة، قد يكون بشكل ظاهر وقد يكون بشكل خفي. إما أنك تعلم من صاحب حقه عليك، وإما أنك لا تعلمه، لأنك يوقع كما ذكرنا في الخطب السابقة أن الإنسان بتولي بالريشة كان كيشد الرشاوة، لا يعقلش، لا يستطيع أن يتذكر من تعدى عليه وأخذ له ماله، لا يستطيع. فأما حالة العلم بالشخص المعني فما عليك إلا أن تؤدي له ماله بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ممكن يعني هذه نوازل لا تنحصر وإنما أعبر بعموميات، ممكن تؤديها له بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أي أنك توصل إليه المال دون أن يعلم ذلك منك حتى لا يتدخل إبليس فيفسد المودة بينكما. فالمهم إذن إذا كنت تعلم صاحبك فذمتك لا تبرأ إلا بعد أداء المال إليه، أما إن انقطعت أخباره أو كان من المجهولين تما كتعرفوش أو كتعرفوه ولكن قطعت أخباره ما صبتوش نهائيا، فلم يبقى لك إلا باب التصدق وهو مقبول إن شاء الله. باب التصدق تتصدق بمقدار ذلك المال على وجوه الخير ممن ذكروا في مصارف الزكاة ومصارف الصدقات، فذلك إن شاء الله يقضي عنك يوم القيامة، لأن يوم القيامة القضاء والأداء يكون بالحسنات، وأنت تصدقت عنه فذلك باب مفتوح. إذن قد يكون شيء آخر نختم به وهو أنك لا تعلم المقدار، ما عرفش الفلوس شحال، تقارب وتسدد وتكسر من الصدقة والله المستعان. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.